السلام عليكم خوتي عزاز. نعطى دابا على قساوه المسجد. اجي معايا تشوف روعه وجماليه هذا القصر للبيع. يا سلام تبارك الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني سبحان الله كيحس براسك ملك فين؟ في مراكش طريق ورزازات ان هكتار تبارك الله ما شاء الله. قمه في الجمال. عندك 7 ديال لي سويت بارونتال. نعتذر بعد على قساوه المشهد. اجي معايا مولاي نتمتع شويه. يا سلام يا رزاق. جميع لي سويت بارونتال اللي كاينين بعدا في القصر كاملين عندهم هاد الاطلاله الرائعه على المسبح. تفضل معايا. الطابق الاول كلقاو تبارك الله ما شاء الله 4 أو 5 غرف. الغرفه الاولى يعني شومبر ليديز. يا سلام يا سلام. كيجي مع الحمام ديالها. وشوف سقي معايا العوينات تمتع ليا بهاد المنظر الرائع. الله 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 يا رب تسمح ليا، ولكن راه جنة فوق الارض للبيع. كيجي معاها عاوتاني ان هكتار. غادي نوريكم عاوتاني كتار حدا للبيع. صراحة يعجز لساني عن وصف هذا الجمال. بقاو معايا حتى الاخر وغتشوفوا لي شومبر وغتشوفوا الاطلاله ديال لي شومبر ولي صالون. كما قلت لكم الاخوان هنايا عندك 5 غرف. ما شاء الله على التراس. الارض البيعيه دي فيها ان هكتار. كنهضروا على ارقى واجمل مكان كاين في مراكش. طريق ورزازات قرب المدرسه الامريكيه قرب فندق اوريبوا اوبيروا. الله الله الله. كيجي مع حمام مساج، حمام بلدي مغربي. وهنايا كاين صال المساج كما كتشوفوا. هنا حمام بلدي هنايا غرفة نوم. حتى هي تبارك الله عندها التراس وعندها إطلالة على المسبح. كما كتشوفوا 70% من المساحة ديال القصر كاملة مساحة خضراء. يعني بقاو معايا حتى الاخر وغادي نعطيكم الثمن الاخر ديال القصر. ولكن قبل ما نعطيكم الثمن الاخر بغيت نوريكم بعض التفاصيل ديال القصر باش تعرف راه الثمن راه جد مناسب. يعني كنهضروا على 7 غرف. عندك صال سبور، صال مساج، بئر، اشجار الزيتون تقريبا كتعطيش 120 لتر. الله 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 ما هذا الجمال. يا سلام يا سلام. واو واو على قصر واعر البيع.
شكي هنا تبارك الله. هنا عندنا صالون رائع، يعني في اي مكان في هذا القصر كتمتع، يعني مريح في الصالون. يعني شوف معايا الاطلاله كيفاش دايره، واو. هنا عندنا الصالونات تبارك الله. الناس اللي كتبعنا من الخارج اولا الناس اللي ما كيفهموش العربيه، فتبارك الله لكسري فيلا فور سيل ان مراكش لوكيتد نير ذا امريكان سكول. سيفن بيدروم ويد سبريتد بيدروم سويمين بول مروكن حمام ماساج روم مروكن تراديشنال لونج ليفن روم ويد free place amazing villa in Marrakesh. هنا كاين تقريبا قاعة الضيافة، شوف تبارك الله الجمال. تحية بعد الناس اللي بعد اللي واقفين على الجردة ديال الفيلا، الله يعطيهم الصحة فهم بدعوا. كاين اللمسه المغربيه وكاين كاين واحد السحر سبحان الله، واحد الهدوء واحد الطمانينه في هذا القصر. هنايا غرفه نوم في الطابق السفلي مع اطلاله على المسبح. وهنايا كاين المدخل، يا سلام، كاين المدخل الرئيسي ديال الفيلا او ديال القصر. هنايا عندنا مرآب، يعني تقريبا كيهز حتى 10 سيارات. وهنايا المدخل، شوف المدخل كيفاش داير، ولا اروع. نشوفوا الصالونات ان شاء الله. صراحة لقد وقعت في غرام هذا القصر. يعني القصر يقدر يجي قاعة ضيافة او لا فندق او لا صالح للسكن. فهنا كما قلت لكم فكل الامن والامان. الله يا سلام، تحية للمعلمية المغربية بعدها. يا سلام تبارك الله ما شاء الله. ثمن القصر الإخوان هو 1.850 ألف دولار، مليار 850 مليون سنتيم. وكاين حدا أرض للبيع فيها 1 هكتار. هذا مكان أعانكم الله أحبكم في الله. كان معكم عمر حفظي، الله يعاونكم.